بزاف هنا في اوروبا وحتى في بلجيكا على وجه الخصوص. اش نقول لك، لقاء كله دفء، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، كان الترحاب والاستقبال. سانسيرمون تهضر معاك وتنتبورش باسكو اللي تيخرج من القلب تيوصل للقلب، هذاك الشيء اللي كاين. تنظن ان السر هو انني داخله البيوت ديالهم كاملين، هذا شرف ليا وتاج فوق راسي تنفتخر به، لان هما فاش يجيو عندي تيعتبروني فرد من العائله ديالهم، وانا تنعتبرهم فرد من العائله ديالي. فهذا تاج فوق راسي كما قلت لك، وتنفتخر بهذا لا ريكونيسونس وهذه المحبه المتبادله بيني وبين الجاليه المغربيه. مبرمج حنا ما ترفضوا اي اتصال من الجاليه المغربيه باش يمروا معنا في البرنامج كضيوف او كمختصين. كذلك جاوا عندنا الناس من الجاليه المغربيه ماشي غير في اوروبا، حتى في بلدان ابعد. واليوم هذا اللقاء ديالي مع الجاليه المغربيه في بروكسل منحت لي الفرصه اني نتعرف على وجوه وشخصيات اللي خديت من عندهم مواعيد من دابا باش سا سي با مال. مرحبا سيدي. خديت مع واحد السيده كاتبه لاله فدوى، غادي تجي عندنا باش تعرض علينا الكتاب الاخير ديالها، ديال واحد الخواطر جميل جدا. تلاقيت مع خطاط فنان مغربي قاطن هنا. تلاقيت مع دكتور هنايا ما شاء الله غادي يجي يقدم لنا تقنيه جديده، هو المخترع ديالها، يقدمها مباشره صباحيه الدوزيام، هو لاول مره. وهذا الشيء لا يدعو الا للفخر. انا فخوره فاش نشوف مغاربه العالم والنجاح اللي وصلوا ليه، افتخر بهم وبهن على وجه الخصوص بزاف.